trois lignes de production. Une pour la production d'industrie où le polypropylène est utilisé, on compte par l'industrie du transport. تسعى سوناتراك من خلال إنجاز هذا المركب والذي يتربع على مساحة قدرها حوالي 90 هكتار بمنطقة أرزيو بوهران بتكلفة قدرها ب 1.9 مليار دولار إلى إنتاج 550 ألف طن سنويا من مادة البوليبروبيلان، والتي سيخصص جزء منها لتغطية الطلب الوطني من هذه المادة والمقدرة ب 120 ألف طن سنويا في عدة قطاعات. كما سيسمح هذا المشروع من تصدير الفائض من إنتاج من أجل الرفع من صادراتنا خارج المحروقات. إمضاء عقد البناء الإمداد والهندسة مع مجمع معروف، مجمع عالمي ذو صيت عالمي، هو بيتروفاك والشركة الصينية HQC اللي هي فرع من فروع شركة سينوباك الصينية. وكذلك تمكننا من تجميع الأموال الأساسية للقيام بهذا المشروع، 30% عن طريق أموال سوناتراك و 70% من هذه الأموال من شركة بيانا، من بنك بيانا.